والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في درس اليوم إن شاء الله وقدر نتناول مدخلا مهما لشرح بعض آيات من سورة الحجرات. سورة الحجرات يلقبها العلماء بسورة الأخلاق. هذه السورة العظيمة سورة عظيمة جدا، لأنها تتحدث عن ركن ركين وعن ركيزة مهمة، ركيزة أساس في بناء المجتمع الإسلامي. كما نعرفه كامل، ما يقدرش الإنسان المؤمن يستغني عن العقيدة، عن الإيمان بالله. رب سبحانه يعبر عن العقيدة بالإيمان، تركيز تمزواروث في فينا الإسلام يحوج ينسلم ذي الإيمان صربي عز وجل. فاركيز تي السنث، الركيزة الثانية الأخلاق، والركيزة الثالثة الشريعة. الصورة هذه صورة الحجرات يسميها العلماء بصورة الأخلاق، تتحدث عن ركيزة مهمة من ركائز الإسلام، عن شعبة كبيرة من شعب الإسلام وهي الأخلاق. قبل ما نوصل إلى شرح بعض الآيات من هذه السورة، لا بد من مقدمة ومن مدخل. هذا المدخل يتناول موضوع الأخلاق. مهما تحدث المتحدثون وتكلم الخطباء والمدرسون عن هذا الموضوع، يبقى دائما لازم يذكر بعضنا بعضا في هذا الموضوع. في أعرافنا وفي علاقاتنا الإنسانية بيناتنا، في التعامل تاعنا نأكدوا على الأخلاق، حتى وبلا شعور كي يكون إنسان مؤمن ويصلي ويصوم ويحج إلى آخره، إذا كان يأذي الناس تشتكي عليه، يقولوا له يا ولدي الصلاة بينك وبين مولاك، إلا عبدته أنت ربحت، إلا ما عبدتوش أنت اللي خسرت. ولكن الأخلاق نتاعك إذا كانت سيئة ماهيش مليحة، راك تضرنا، تلحق الأذى بالناس، تضر الناس وتلحق بهم الأذى. إذن هذا الناس الذي ضحاياه لي فيكتيم تاع هذا الإنسان، يقول يا ولدي صلات بينك وبين مولاك، ولكن اللي يهمنا حنا هي المعاملة نتاعك معنا. لذلك هذا معروف في حياتنا اليومية، وربي سبحانه باش يقول أكد لنا هذا المعنى في كثير من الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأكد على هذه المعاني في كثير من الأحاديث الصحيحة. نبدأ ببعض الآيات في القرآن الكريم، نبدأ بآية واحدة سورة الحجرات، ماشي اليوم، في الحصة المناسبة في الدرس الآخر إن شاء الله. ربي سبحانه يتكلم على الأخلاق، سواء في السورة اللي ذكرتها سورة الحجرات، ولكن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مادحا له، يشكره يمدحه. ربي سبحانه قال وإنك لعلى خلق عظيم، آية صغيرة تعبر عن معنى كبير. ربي سبحانه ما مدحش النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة نتاعه، ولا بإيمانه وعقيدته الراسخة، ولا بقربه لله، لم يمدحه بذلك، مدحه بالأخلاق، قال وإنك لعلى خلق عظيم. المفسرون كي شرحوا هذه الآية خرجوا لنا جملة من النتائج والثمرات. النتيجة الأولى قالوا مفسرون، قالوا باش يبين ربي سبحانه عز وجل باللي هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستحق هذا المدح، ما داش باطل، يعني هذا الوسام، هذا المدح الرباني أعطاه ربي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يستحقه، ده عن جدارة يستهلس. لذلك سيدي ربي يشكريف في الأخلاق. الثمرة الأولى. الثمرة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم في مستوى هذا المدح، معناه كان يعمل باش يرقى إلى هذا المستوى، باش يوصل هذا المستوى، باش ربي سبحانه يمدحه. الثمرة الثالثة باش يبين رب العزة بأن المجتمع إلا ما عندوش أخلاق يبقى المجتمع مفكك، مجتمع ممزق،
مجتمع ما فيهش رحمة، ما فيهش شفقة، مجتمع تنتشر فيه الأوبئة والأمراض فتاكة، هذا هو البيان. لذلك أيها الإخوة الكرام، مرنولي كان ثمورا الغرب، بلدان الغربية طبعا كان وينهما خير منا حتما في المجال التكنولوجي وفي المجالات هذه، راهم يعني وصلوا شأوا كبيرا، مستوى عالي، ولكن في هذا المجال ولاش. لذلك تعرفوا أيها الإخوة الكرام، وهذه الأيام سوف تسمعون لحديث مطول عبر القنوات كلها عبر العالم يتكلموا عن الموضوع السيدة كما يسموه الفرنسيون، أو الإيدز كما يسموه الإنجليز، عافاكم الله وعافانا جميعا من هذا المرض. هذا المرض هو نتاج غياب الأخلاق، معنى المجتمع ورسالة الأخلاق ورسالة رفقة. سيدي ربي يعاقب صل أمراض في القرآنين ونسايد دواء لهلاش ونسايد دواء أم لهلاش أقين الإيدز نغصيدة ما يسمى بالعربية بفقدان المناعة المكتسبة، هذه يغال ومذان يضعف الفيروس ديوسنة في غضل الموثي استقرب وريتهني وريتفل في الناغي الدونيس. المرض هكي خطير، يحير العلماء، حير حارن العلماء وهمنا مشارد أذوين لهلاش هكي ذم قرآن إفاد ثمورة الغرب حقيقة، ولكن يشمل ثمورة سلمية. المرض هكي المرض اللي داخيل دجلي في ديك الشمس مورث جين سلمان، خطرين سلمان لو كانت فنذي الدين نسن في كنسة زال في كنسة القيمة الأخلاق في دي هضر ربي ذنفي دي القرآن ودي السنة، والله ما يشم ده لك محال وديك الشمالة. ولكن مي نفتح ثابورت نفرض دي لمراجي الأخلاق يشم ده لك من القرآن ورنسعي دواء ورنسعي حلو. إذن مثلا لهلاش يجي مديوس السبب ذن أخلاق غاذن سعى ما يسمى بانتشار الفوضى الجنسية، علاقات غير الشرعية خارج نطاق الزواج. كويث الإسلام نظرة سيدي ربي الشرعي نس عقلاني منطقي موضوعي فطري، سيدي ربي انت غدي خلقا يزرع مذاني يحواج الزوجة والزوجة هم تتحواج رجاز. سيدي ربي شرع الزواج نظام يستجيب بتشريع الزواج لنداء الفطرة بطريق حلال، هذا ما كان الإنسان يبضل سن الزواج يتزوج وفرت المسألة، ولكن الغرص مسكين لا زال يعقد الزواج. سيدي ربي اسمى ياس ميثاق غليظة، كيف اسمى ذي القرآن الميثاق الزواج ساعة زال. سيدي ربي ند آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سيدي ربي في كيس الشان يعقد الزواج، والإنسان يلبي رغبة الغريزة نتاعو وهي طبيعية بالزواج والسلام. نثنين دانس في كنارة غزال الزواج يضران يضران كانت علاقات خارج نطاق الزواج لهذا شام قرآن وقد نرى كثير الإيدس نصيد عافاكم الله منه. حاجة أخرى، الإحصائيات الرهيبة تاع الأولاد غير الشرعيين، يعني الدريان سي الوالدين إشباي ربين كل ما نهضر بلغة حقوق الإنسان لدروا دلهم أسيني ومذان كيني ما ليش نسمح غاك وذي الحقوقين وكامل ميو تسميح غارة جيون الحق وميقارن الحق في النسب، يعني باش بنادم هذي سعون نسبين استفان قال فافا سيفان إما استفان غاس موثن ماشي مشكلة شحال ديون ذا قادي ذي وجيلا بابا سيموث إما سموث ما فيش مشكل سيدي ربما كان دي نزل القاضي يدي نزل الصبر، ولكن المشكلة ماشي ذا ما يكاد وقشيشك دينيا دفافا ذي الملاجئ التي كثرت وتزداد بقوة في بلادنا للأسف الشديد وشي يجي نرمال مغاريب عن المجتمعات الإسلامية أهين تزور لكني فين دفافا عنده إلا فافا نهضر دي تلفزيون سيني هفافا غيما سمح غاون فكر ديفانون مشكلة ما يحسب الجمرة غير الكواتو سفاد القيمة تفاث ما كنتو قورن طلام حق الإنسان في النسب سوى ومثي جرف ليك زرنا شو يسوى وزال. لذلك سيدي ربي يفرغ المشاكل هكي في كاغد الشرع باش نتفادوا كل هذه الانحرافات وكل هذه المشكلات.
إذا الشيء موجود عندهم تقارير رهيبة وإحصائيات مخيفة تبين العدد الكبير من الناس اللي ما عندهمش النسب. الشيء للأسف الشديد يشمت ثمور في جنس المن. حاجة أخرى، انتشار المخدرات، هذه الأمور كامل نتاج ثمرات نتاع الأخلاق غافن، السموم البيضاء، المخدرات، الحشيش بأنواعه، وساقي الشمد في كل مكان، الشمد المدارس، الثانويات، الجامعات، كل مكان للأسف الشديد، لدرجة أن عقلاء الدنيا انصرفت أذهانهم باش يحاربوا هذه، رغم أن هذه فرع والأصل الذي يجب أن يحارب ليس هذا، هذا موضوع آخر ليس اليوم. الشيء كذا غادي يوسع مثل الأخلاق غافن، الأخلاق على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة، خطر ذا ميل الفرد نتسغر غوصو سيفكار القيمة غير الأخلاق، ما إلى الأمة في كاسة زال الأخلاق العذنة في أقواد أما كنا تذرين مثلا أتصفغيون غسي فغادي يتش رمضان هذه السطحي موري سطحارة سي ربي هذه السطحي سي الغاشي يفغان هذه ساب الدين هو اللي خسران غسي فغان ميزر المجتمع أتي كونداني أتي حاتي عاقب أذي أقواد خطر السلطان العرفي قوي عراف ما جهدنت وهكذا الأمور. إذا كان بيصلى الله عليه وسلم بين قوسين مرة يجمع الصحابة باش تيستي يخدم التجربة ذي الأمر بذات إن ماذا أنتم فاعلون لو طغى شبابكم وفسدت فتياتكم أش تخدم منك قد يسيون واس المزين أذو غن الطواغيت تدفغني وفريد في المزين تدفغن تدفغن إشرع الصحابة نس أبدا نس أوكائن ذلك يا رسول الله يعني ذي الموحى الذي يضروا ونتقر ذاك ماذا ما قرغن الله يناس نستسوائض ماذا أنتم فاعلون لو لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر أشو تتخذ مملكة ياسيون واس واستمر مثل المعروف اثنهم في المنكر ينس أوكائن ذلك يا رسول الله ينس وأشد من ذلك سيكون أذي ضروا أكثر بين دنير ثان قالوا ثلاث ماذا أنتم فاعلون لو أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف أتتمر مس المنكر وتنهم في المعروف لنا سوى كائن ذلك يا رسول الله نسوى الذي نفسي بيد محمد بيده لتكونن فتنة يصير فيها الحليم حيرانا قد يسيون الوقت لا ذم يوسع الخاطر أذ يضيق يعني يتركب يوثن الرهبة مقرانت مما يرى ويبصر إذن يثمثن ثقي ذا أمر داخل عندنا اللي هو ما ذكرت المخدرات وغيرها من الأخلاق الفاسدة. حاجة أخرى وأنتهي، الانتحار ليسوي سيدة جنتوالي باستمرار تقريبا ولا شاكورنا ولا شسمانا ذي ولا شوين غاني مانس خاصة المزين الشياكي لازيش إلا عند النظام يثمر الغرب ذي سوي ذي ماريكان ذي بريطانيا وغيرها من دول اللي شي طبيعي خطر ما عندهم لا عقيدة تحفظهم ولا شريعة تسجرهم ولا أخلاق شرعية تحفظهم ولكن ثمور تقين سلمنا مشي ولا ذي نغيما نسي عجب 20 في 25 في 30 كل الأعمار اللانت مشكلة مري مري ديسي دسي نساقين نغيماني ودخل مغنقطة النهاية لحياتي الروح ذي قفص ربي قل لا ولكن انت واحد سكان ذي خمم ذي خمم أسيني سماني قلت رنغارة أدخل مغ نهاية دوني ثيو خطري بض درجة اليأس لعبد ميفاتي بض لا يأس ما تهمش وسيلة الانتحار إما تذكر من سوق ذرار إن غادي يخدم ثمرار ويسمش راه يخدم المهم ينغي مانيس ظاهرة كذا ظاهرة غريبة دخول في العقيدة النظر خطر سيدي ربي زين سيدي غادي خلقا يوم رغد باش أنا من السكس سيدي ربي ناد ذن تاني ذا الرزاق ذن تاني ذا الخالق ذن تاني ذا الرزاق ذن تاني كل شيء والروح ذا كفوسي سيث الله إنسان موري سعر الحق ذا يخدم حاجة إلا ذا كفوس الربين ولكن إنسان يقولي مقدار العقيدة جنس وري مقدار غير الشريعة اللي هي الشريعة ثمن عيث ربي ذا القرآن الكريم إناد لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يقرؤون قثري من ون سيدي ربي ذا الراحيم في اللون خطري ونزمرا شيني كذن غيماني وخطر كينينو ماشيين خشيني
ذي الغرب الفكر الغربي المنحرف في هذا المجال يقول لك الانسان تاع روحه يقتل روحه وقت ما حب. لذلك حتى ظهرت جمعيات تدعو الى الانتحار. من الجمعيات اللي قريت عليها جمعيه صرف ليون الشعار اسمه جمعيه يحيى الموت. جمعيه يحيى الموت هي جمعيه ام قران الجمعيه ايضا شو دقار جمعيه الموت تضمن لك موتا هادئه اتمصد بلا ما تعتصد كل يوث امش تخدم لا بيبليسيتي يمانيس خاطر غرسنا ساكيف غان باش تخدم من بارمي لي دروا دلهم من حقوق الانسان حقه في الموت وكل يا شو نصرى حق الانسان في الحياه حق الانسان مقدس باش يعيش ولكن من حرفا فغان هديرا ذي الحقوق الانسان اسين بلي ساعه الحق مما يمث الى اخره لكن ذكر فقط امثله لبيان الامر فقط يكون يغون هذه الاسلام سيدي ربي لا حرام تنغضي مانيش لا حرام خاطر ماشي شي يدخل قني مانيش ضربك يدي خلقا وين كيدي خلقا ناهيك ممنوع بل اكثر من ذلك ولا قرات قرفض سيني الصواد نغلموث لا تلقوا بايديكم الى التهلكه اين تساون غلموث بعد في الناس واحكام شرعيه كثيره في هذا الباب إذن هذا الإنسان اللي ينتحر أرمق العقيدة ينس أرمق الشريعة ينس يقمن عن فلاس الانتحار أرمق للأخلاق خطر الأخلاق أيضا حزام أمني كبير للمجتمع باش الإنسان كيف يفكر يدير هذه الجريمة السينية عجبة باش دين مدن باش هضر في ثامنتي باش هضر في اللي أكثر من ذلك السيني ممكن كذي لغة إنسان يعني سيء للقدوة بلك أي عن ذني المزين مزور غاس إنسان خسرا أي عن ذن وقيد الخلق خسرا في مسالنا كامل تفكر الميزان المهم انتحر والسلام إذن مثلا يكل عيوبكي يكل أمرضكي يكون دني غاكا السلبي نسيني غاذنت الأخلاق لذلك يثمثن ربي القرآن الكريم ديننا في النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم باش يبين قيمة الأخلاق في المجتمع وأنها الحصن الحصين وأنها الدرع الواقي لهذا المجتمع والنبي عليه الصلاة والسلام تواصل الأحاديث في يهضر من ذلك حديث هشام بن حكيم وقد ورد في الصحيحين البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسد يون اسم هشام بن حاكم ذا صحابي سقسى ثمطوثي اللي هي عائشة إن يسمش لنت الأخلاق ننفي صلى الله عليه وسلم يسقسط في الأخلاق ينس ماشي في العبادة ينس في الأخلاق ينس ثنا ياس كان خلقه القرآن المختصر المفيد كان خلقه القرآن يعني انت ما كان ذا القرآن يلحو يرغش يلحق فرذان كان خلو يعني تجسد القرآن في المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا حديث وحديث كثيرة في هذا الباب منها على سبيل المثال الحصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني يبغى يختزل يختصر الرسالة السماوية كامل ذي الأخلاق يعني ربي شقايد إباثيد باش نكمل الأخلاق يعني يود الأخلاق المسلمين حديث كثيرة أخرى منها ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق يعني ذا شو كسعان الميزان القرآن الزين للحسنة في يوم القيامة ذا شو ذا الأخلاق يعني تصرف قيلهان ذا والزيظن ذا المعاملة يلهان ذا الخير ذا الصلاح سيكياكو دخل في الأخلاق شجرة الأخلاق راهي كبيرة وفروعها شتى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكون فاش انتزل تزل في الحسنات ما تظل في غير الحسنات هاي غير زول صلاة الجماعة باش تسوي 27 حسنة أكثر لو كان 27 لا تذكو خامة تقام كان تذكو خاميش إذن ما تظل الحسنات ما تظل على جل الحسنات ما تحجد كيف كيف ونبي صلى الله عليه وسلم يحملها غير كيغد طريقة أخرى سهلة وتحوجها لعتسب إن يحسن الأخلاق إليك ذي العبد ذي الهان وخلاص العبد ذي الهان ذي العبد ذي الهان ذي قوة ليش ذي المعامة إلى آخره
بلكي وعارفين والفارة، ولكن ولفن الهار يسهل واش كاين ما الا في الدوال زيغ وسيهضر هو يلهان سس فسسمي خير انت موسمي مولا شوال زيغ وتسقوا ذا الفلاس هذا مطار. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء الى اخر الايات. طيب ان سلم ما توالد ورث الخزرى الهان مقلي ثمغلي الهان سمقلي ثمغلي من الحقد ثمغلي من الكره انسى سقند الحسن سنية عجبة وقيل وقيل عاشو سخدمة هاشي ميت مقلي ثمغلي خسرا بلك عاشو سخدمة بلك عاشو سهضر المدن فلي مقلي ثمغلي الهان في صلاصي من دواتا بسومك في وجه أخيك صدقة صدقة ما شال ما فكرة ذريم سيل جيفي السكن زدات وزم المؤمن فقط وثقيدة سعى آثار جاني آثار اجتماعية كبرى وقال كان المجتمع ما يفرح شما تحزنه ثوار رمذان فرحا أتفرح إما يلاطفون تمقرض السند وقيلة الله غالب لا يول الكلمة يول الجو كامل تعاونوا باش نخلقوه كامل اما ذي الباطي ما ينزلها اما ذي قيون بفريد اما ذي قيون الحي الى غير ذلك. وتب زائد عندك صادقة حديث واضح وتبسمك في وجه اخيك صادقة والمقابل مرفوض في حديث ابي داود يناد من نظر الى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق اخافه الله يوم القيامة وانا لا يوالي نجمس ينسلم سير في مغلي أريسكش من الخوف سوليس سيدي ربي يوم القيامة أكي ساق وذا ما كنت ساق وضيماك وقيثا مغلي كان ما شاء الله تضع كواز ناس تفرحة جاي وعرب فقط تاكي كلها راهي من الأخلاق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يناد ما من شيء في الميزان أثقل يوم القيامة من حسن الخلق. حديث آخر يناد النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني ينوك قرفنا رنفي صلى الله عليه وسلم أرغور صنوك قرفنا طاس أنوك حمل رنفي صلى الله عليه وسلم ذنوى إنش ونسان الأخلاق لها ونسان صرف قيلها هذا هو. إذن وقي حديث واضح أحاديث كثيرة ممكن تصور الإنسان كي الأخلاق يرنى كان يسلم الخاطئ. الأخلاق الإسلامية أخلاق عامة يستفيد منها الجميع خطر سمحي بين قوسين على سبيل المقارنة لانت الأخلاق الإنسانية لانت الأخلاق الإسلامية. الأخلاق الإنسانية يعني مصدرها الإنسان قال مثلا الصبر الصبر ذي الأخلاق الإسلام والأخلاق الإنسان إسعاث الإنسان بدا الإسلام. الأخلاق من الكرم هذا فضيون ذكرني غاس ماشي ينسلم هذا فضيون يتحافظ في المواعيد في لي رونديفو غاس ماشي ينسلم إلى غير ذلك. ولكن الفرق أن الأخلاق الإسلامية أوسع وأشمل وأكلم أكمل وأعدل أما الأخلاق الإنسانية وسع ترى صفتك. نعطيكم مثال أتفضيون ماشي دين سلم إسعى الصبر ولكن يزمر يصبر أمام اللاز هذه صبر اللاز هذه صبر إلى عراء هذه صبر إفاد هذه صبر الهلاك أسين صبر ولكن ما يقدرش يصبر أمام الشهوة نتاعه هذا ما ماشي الصبر خطر الصبر لخذي كل شيء ماشي لقيه الحاجة كان ما كيس ما ناقصة. إذن هذا الإنسان غير المسلم ممكن يكون صابر عنده خلق الصبر في كل شيء ولكن أمام الشهوة نتاعو ما يصبرش ما يقدرش يصبر. قال مثلا ذي والي الخمر كرمكم الله ما يصبرش إلا قاد يسوي الخمر يعني حرم سيدي ربي باغي يرتكب الفاحشة يعني الزنا ما يقدرش يصبر أمام الزنا. قال مثلا الرشوة ممكن ترشيه بس تفكر حاجة ثم قرانت باش يقدر يخدم حاجة يون سيرفيس. الرشوة ممكن ما يصبرش أمامها وغيرها صافي هذا الصبر ناقص كخلق إنساني ولكن الإسلام يبغى يخدم الخلق خلق كامل متكامل. الإنسان المسلم يصبر أمام كل شيء أمام الرشوة ما يتأثرش خاطر يضرب لي ربي ذي الغاني مرحبا سوين ديفك ربي الحلال ماذا الحرام ولا قرد الدين
يصبر أمام الشهوة نتاعو، يصبر أمام المصائب والفتن. واش قلت قبل حين في الانتحار؟ الإنسان اللي عنده خلق إسلامي ما ينتحرش، على خاطر يسعى سديوي القوة، أتديوي سي العقيدة، يمنس ربي، كلمة مرحبا استكشار ربي، يكفي، أديني قدر الله وما شاء فعل، أكيغ ديال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا الرزق يخصنا سيدي ربي قلت رزيقا، ماذا الأهلاك يسدفك ربي، نغياي كشمحنا، أسيني مرحبا استكشار ربي، أسيني بالعكس، ربي يفكان الشان، لو كان يفكان الشان ويجي الريفالة. خاطر عنده مين؟ عنده ريفيرونس، عنده مرجع، مين يجبد؟ يروح مثلا يروح في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخره وبشر الصابرين. ضربي ديننا كاد يسوم ذلك كدي الصفرحة كيني افرح قبلك ديني الخضار بجات فرحة ضه عشان الحاصل افرح افرح صافي يهيئك نفسيا لحضرك فرحة قبلت صد الخضار سيدي ربي يبغي الفرحة الفرحة دوبل فرحة مضاعفة هذه قروة بشير الصابرين قبل هذه نشو البشرة إذا قبل المناسبة إخواني اللي قال القرآن يقرأ واحد الآيات شبه هذه ولكن في اتجاه المخالف ما دي هذا ربي مع الكفار مش هذه قار وبشرهم بعذاب أليم شوف بلاغة القرآن وبشرهم الكفار فرميس البشرة غسيني وقيل سيدي ربي بغي ولكن بعذاب أليم باش يكون عذاب مضاعف وهذه مشكلة كبيرة اللي قروا علم النساء عرف هذا النقطة مليح معنى حينما يتهيأ لتلقي البشرة ثم يأتي تأتي ماشي بشرة حاجة للمصيبة يكون عذاب مضاعف وبشرهم بعذاب أليم ولكن المؤمن الصابر سيدي ربي ياسد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذن هذا الإنسان يتجه المحنة بدل باش يفكر تفكير سلبي أسيد نغيماني ولا أسينك سعيغ هزال سيدي ربي سعيغ الشان هؤلاء الأنبياء اللي هما صفوة الخلق ولاش يحمل سيدي ربي من الأنبياء يجرب ثم كل تجربة ولاش النبي من عن بأنواع شتى من التجارب لكل من سعى الإيمان ضعيف هذا ياسي ولكن يمكن يشوف قبل سيدي ربي يجرب صلاة ما عليش زمرق أي يجرب ذي الصحة ما يقرر واش من نوع نتاع الابتلاء ثقل الامر يحصلنا ربما في معظمنا ان نفكر هذا التفكير اش نكيو الهارد الصابر ولكن نقطه ياكي واش زميل غير اما دام الصبر يكون الصبر والسلام والسلام لذلك سيدي ربي ند الصابرين بدون استثناء كمل الانبياء ما كاد ني الحديث ند اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم معنى يكون عندك الشرف أن تكون في طابور الأنبياء المبتلين ولكن كانوا من الصابرين ثم أكثر من ذلك دائما في القرآن وهو المصدر القوة تاعنا غصد المحنة الصبر سيدي رب ثنيك هذه الكيوث الآية نصنات ربي القرآن الكريم الناد إن الله مع الصابرين اسمحوا للعلماء مدهضر في الأمور النفسية كين الإنسان علاش ما يقتل روحه خطر نهار نفسيا نفسيا ينس دايد تفشل البارشوك يضعف اسمحوا لي على هذا التعبير اللي يوضح كي يكون عنده هذا البارشوك قوي المصيبة ديوسان يقفلت يزمراس إما لا بارشوك ولاش ثين ديوسان تغضلت ما كان قرن الشعراء إنه يغرق في قطرة ماء وتهزه نسمة هواء أي ديوسان يهزيت ولكن ما ذي ونسى عن الإيمان يسعى الصبر أبرشك جواقي الصدمات يكون متينا وقويا لذلك العلماء شدنا ند من أسباب تقوية واقي الصدمات الشعور بمعية الله يعني ما رصد ربي ذيك فنفسيتك تريث جد أتقابل ثلو فندوليث الآيات التي القرآن الكريم منها ربي ذي القرآن الناد إن الله مع الصابرين المعية يعني ربا ثاني يذي شبه ربي ما تفضل ربي غير ثماك ولا شوف في خصن الحكمة اللي كرناها مرارا ابن عطاء الله السكندري يناد من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد آيات أخرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
تقي الله سبحانه وتعالى فيما تصنع، مثل ذاك سيدي ربي ثانيه، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ان تكون محسنا وتكون محسنا على نفسك ايضا، ما تقتلهاش، احسن الى نفسك. وهكذا زيد من الامور الاخرى اللي تقوي هذا الجانب النفسي، ان الانسان يستجيب لنداء الدين، الدين اللي خلق ربي سبحانه، فكر ربي سبحانه البشريه كامل يمرغد باش تنعذب، صافي اللي يكون خارج رحاب الايمان يكون مهدد بهذه الامور. اما كي يكون الانسان يستجيب لنداء الدين وهي العباده الحقه، ما يخافش ربي القران يندوى ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وضوح الرؤيه، وضوح السبيل، الانسان ما لا يحصل ما سرقني بردان ثروي في الناس مقل كان يوم ما دي في الصباح لسوالك خرب هذه قيم مقلق اشيني عجبه ساتفذو اس مشطوح في لو فاكثرنت ورساله المنهج وقع المستوى الحياه اليوميه للانسان. وما ادراك الانسان يروح حاسك ديريكسيون، يروح حاس كلش الحياه تسوك تروح. حنا نكون مسلمين ربي في كي ياخذ كلشي الكواليس، ادوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أفريدي قعد يسقم إلى آخره، معناه مصدر قوي من كبار العلماء أليكسيس كاريل في كتابه الإنسان ذاك المجهول يشير إلى هذه المعاني يند. ثم أخيرا أيها الإخوة الكرام، أدنوغا دائما في الأخلاق، النبي عليه الصلاة والسلام ينادي لقديمة الأخلاق شاملة يستفد منها الجميع المسلم وغير المسلم، في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. إنّد اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ودينا للمؤمنين المسلمين إنّد الناس يعني جميع الناس. هذه مقدمة ذكرناها في درس اليوم تمهيدا لشرح بعض الآيات من سورة الحجرات في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.